the second axis today, entitled application, magnetic iron oxide nanoparticles for non-viral magnification gene delivery, will be presented by Assistant Prof. Dr. Salim Na'ma Al-Bukhaty, Department of Basic Sciences, College of Nursing, University of Misan. نعم دكتور حسن رافع ايدك تفضل. نعم دكتور حبيت اقول لك ان دكتور سالم انضم ويانا يعني. ها اوكي اوكي. ناو ذا عذرا عذرا علي عيسى ممكن تسد المايك؟ راز راسان بلكي تسد المايك؟ اوكي شكرا جزيلا. الان تتفضل دكتوره عشتار عدنان محمد Head of Department of Physiology and Biochemistry and Pharmacology and Biochemistry to be a chairwoman of this workshop. تفضل عيني دكتورة عشتار. شكرا جزيلا دكتور. سادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى للجميع طبعا الصحة والسلامة وحفظكم الله وعوائلكم من كل مرض وإن شاء الله الشفاء العاجل لجميع المرضى. أولاً أحب أن أتقدم بالعزاء للأستاذ الدكتور جبار عميد كليتنا، أسأل الله أن يغفر لكم فقيدكم ويجعل مثواه الجنة وأن يلهمكم الصبر والسلوان. كما أنه أود أن أقدم شكري وتقديري لكادر كليتنا العزيزة بدءا من السيد العميد الدكتور جبار ولكل الكوادر المساهمة في وصول كليتنا إلى هذا المستوى من الرقي، وإن شاء الله مزيد من التألق والتقدم بوجود هكذا نخبة من الأساتذة. أيضاً أود الترحيب بمحاضرنا لهذا اليوم الأستاذ المساعد دكتور سالم نعمان البخاتي من جامعة ميسان كلية التمريض. كل الشكر والتقدير دكتور، وأهلاً وسهلاً بحضرتك، شرفتنا بحضورك. سأعطي نبذة مختصرة عن السيرة العلمية للدكتور سالم وأرجو أن أوفيه حقه طبعاً. دكتور سالم حاصل على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة البيطرية من جامعة ميسان سنة 1995-2000، كما حصل الدكتور على شهادة دبلوم عالي في الصحة العامة من جامعة ميسان سنة 2000-2002، وحصل على شهادة الدكتوراه في النانو تكنولوجي سنة 2007-2012 من جامعة طهران إيران. تنصب اهتمامات الدكتور في على تطبيقات النانو تكنولوجي في البحوث الطبية الحيوية، وشارك العديد شارك الدكتور في العديد من المؤتمرات وله عديد عدد يعني لا بأس به أو عدد جيد جدا من البحوث في هذا المجال، كما أنه عضو في الميدل إيست موليكولار بيولوجي سوسايتي وعضو في إيران نانو تكنولوجي إنيتيشن كونسل والورد أوف أكاديمي وورد أكاديمي أوف ساينس إنجينيرينج أند تكنولوجي، وأيضا عضو في الانترناشنال سنتر جينيتك انجينيرينج بايوتكنولوجي. للدكتور مناصب عديده في جامعه ميسان، فقد اصبح رئيسا للساينتفك برودكت ماركتينج ان ميسان يونيفرسيتي سنه 2012-2017، كما تراس قسم الكونتينوس ايدكيشن سنه 2014-2015، واصبح معاون عميد لكليه التمريض في جامعه ميسان سنة 2015-2016، وكذلك أصبح عميد لكلية التمريض في نفس الجامعة سنة 2016-2017، وكما أشرت أنه له مشاركات عديدة في المؤتمرات والبحوث العديدة المنشورة في جامعات ذات مستوى عالي. أيضاً اهتماماته وبحوثه كانت تنصب على design and fabrication of nanoparticles، له transfection of NSCI، أيضاً magnification and nano toxicity. فشكراً جزيلاً دكتور على حضورك وشرفتنا بحضورك اليوم، أرجو أن أكون وفيت وكفيت يعني ولو هذا شيء مختصر عن السيرة العلمية لحضرتك، فأترك المايك لحضرتك وأهلاً وسهلاً بك. دكتور سالم
دكتور سالم تسمعني؟ جاي تسمعيني دكتورة؟ ألو؟ ألو نعم دكتور أسا سمع صوتك. أهلا وسهلا بك دكتور. حياكم الله دكتورة، شكرا جزيلا. الله يسلمك، أهلا وسهلا بك. بسم الله. وأعتذر أنه كفيت ولو جزء بسيط يعني من السيرة العلمية لحضرتك. عفوا، بس للتصحيح أنا خريج جامعة البصرة، مو جامعة خريج جامعة البصرة. عفوا عفوا دكتور، أعتذر أعتذر عن هذا الخطأ. عموما أنا أشكرك دكتورة، بارك الله بك، سعيد جدا بوجودي معاكم إن شاء الله. احنا الشرف لنا دكتور، يا اهلا وسهلا. بدايه احييكم واود ان اشكر السيد عميد كليه الطب البيطري في جامعه القادسيه الاستاذ دكتور جبار الساعدي وكل الزملاء القائمين على هذه الندوه العلميه المميزه، طبعا واخص بالذكر منهم زميل الاخ الدكتور حسن القرغلي على هذه الاستضافه الكريمه. محاضرتي طبعا تحت عنوان كاتيونيك ماجنتيك ايرون اوكسايد نانو بارتيكلز فور جين ديليفري. في البداية طبعاً في البداية تتضمن محاور الندوة simple introduction about nanotechnology و gene therapy, transfection, types of transfection methods, factors affecting or influencing transfection efficiency وأيضاً نتناول transfection methods. بالإضافة إلى محور الندوة الرئيسي اللي هو الكاتيونيك ماجنتيك ايرون اوكسايد نانو بارتيكلز ان ترانسفكشن اللي احنا نسميها تعبير جديد طبعا حديث العهد، هذا التعبير يسمونه ماجنيتوفكشن. هدف الدراسة الرئيسي هو تقييم evaluation of gene expression in transfected neural stem cells by magnetic nanocarrier system comprising of magnetic iron oxide nanoparticles as well as magnetofiction method. في البداية دعونا نتكلم عن nanotechnology، ما هو nanotechnology والذي يعرف أيضا بتقنيات الصغار أو التقنيات المتناهية في الصغر، وكيف يعتقد بأن هذا العلم أو هذه التقنية ستغير حياتنا في المستقبل القريب، بل وربما قد بدأت هذه التقنيات وتطبيقاتها في تغيير حياتنا. النانو ببساطة هو جزء من المليار من المتر، يعني 10^9 من المتر، نانو متر هو جزء من المليار من المتر، نانو ثانية جزء من المليار من الثانية وهكذا. لكن هنالك تركيز من قبل الباحثين والعلماء على النانو، لماذا هذا التركيز على النانو وليس غيره؟ لماذا لا نركز مثلا على المايكرو أو الملي؟ أيضا مقاييس أخرى، المايكرو اللي هو جزء من المليون من المتر وهو طبعا يمثل أطوال أو أحجام الخلايا، لذلك إحنا نسمع بالمتشر يسمونه مايكروسكوب، بمعنى أنه الرائي لمستوى المايكرو وهو الذي يكشف أطوال أو أحجام الخلايا وما شابه ذلك. طبعا السبب واضح بسبب الخصائص المذهلة التي تمتلكها الجسيمات النانوية في هذا الحجم، بسبب زيادة المساحة السطحية والخصائص احنا نسميها يونيك بروبرتيز، الخصائص الفريدة من نوعها، والتي أحدثت ثورة علمية في مجالات الحياة المختلفة مثل الطب والهندسة والطاقة، سلامة الأغذية وعلوم البيئة وغيرها من العلوم. طبعا هذا الشكل اللي تشوفونه هاي مثل النانو سكيل، مقياس النانو طبعا او يسمونه النانو سكيل، اللي المستوى اللي تكون باطوال الذرات وبعض الجزيئات مرئيه لكن تحت المجهر الالكتروني عاده من 1 إلى 100 نانومتر، ويمكن التعامل معه. عندما ننظر الى هذه الذرات او الجسيمات في مقياس النانو وباستخدام الديفايسز اور تولز، انا اقصد يعني المجهر الالكتروني، نستطيع طبعا هسه راح نجيها لاحقا، مو اي متجر الكتروني، هناك سكانينج تانلينج مايكروسكوب اور اتوميك فورس مايكروسكوب، نستطيع التعامل مع هذه الجسيمات او الذرات، يعني نمسكها بواسطه المسبار الموجود في هذه الاجهزه ونغير مكانها ونسوي لها ديزاين او مانيبيوليشن. طبعا هذا المقياس صغير جدا جدا، قد يساوي 10 ذرات من الهيدروجين مصفوفة بعضها
الى بعض، وتعتبر طبعا الانظمه البيولوجيه مثل ما تشوفون بالشكل، اكو ثينكس ناتشرال واكو ثينكس مان ميد، يعني من صنع الانسان. بعض الانظمه البيولوجيه بجسم الحي تقع ابعادها بالمقياس النانوي، مثلا متوسط قطر شعره جسم الانسان، الشعره الموجوده في الراس من 60 الى 120 مايكرو، يعني 60 الف الى 120 الف نانومتر. حجم خليه الدم مثلا ايضا قد يصل الى 2000 نانومتر، حمض النووي وهكذا، هنا كاتبين 2 الى 12 نانومتر، والمواد المصنوعه والتي هي من صنع مثلا كربون نانو تيوب ماخذينها 1 الى 3 وغير. اذا اريد نعرف تعريف مختصر النانو تكنولوجي، نعرف انه are design, characterization, production and application of structures, devices and systems by controlling shape, size at nanometer scale. إذن تعريف علم، هذا العلم يهتم بدراسة، باختصار يهتم بدراسة معالجة المادة على المقياس النانوي، يعني المقياس الذري والجزيئي. مثل ما شرحت لكم نقدر نسوي ديزاين، بعد ما نسوي manipulation، بعد نشوف الكاركترايزيشن، وبعدين نسوي له application. اوكي، what is the nanobiotechnology؟ نانوبايوتكنولوجي تخصص ايضا نادر وحديث، انبثق هذا التخصص من النانوتكنولوجي، وهو يجمع ما بين البايوتكنولوجي والنانوتكنولوجي، وهو تخصص يتم فيه تطوير ادوات تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها لدراسة الظواهر البيولوجية. على سبيل المثال يمكن ان تكون هذه الجسيمات بمثابة أجهزة أو مجسات أو مركبات توصيل الجزء الحيوي في الأنظمة الخلوية. خلينا نحكي شوي على brief history about the nanos. هاي الصورة اللي تشوفونها هذا هو للعالم الفيزيائي العبقري اللي يسمونه ريتشارد فينمان، اللي يعتبر father of nanotechnology. طبعا هذا ألقى محاضرة، هذا عالم فيزيائي عبقري بالقرن العشرين، حاز على جائزة نوبل طبعا، ألقى محاضرة مشهورة جدا. نص هذه المحاضرة أو مختصر: There is a plenty of room at the bottom. هنالك أو هنالك الكثير ما يمكن فعله في القاع، يعني في المستويات الأدنى من سلم الأطوال والأحجام. هذه المحاضرة الشهيرة هي بداية لهذا العلم، وهو علم النانو تكنولوجي. طبعا هذا العالم طور تقنية الكوانتوم و بعض التقنيات الفيزيائية، وكان يتصور أنه في سلم الأطوال، في السلم الأدنى يعني المادة بحجمها الصغير نستطيع أن نرى فيها الكثير من الخصائص، ويمكن استخدامها وتطبيقها في مجالات مختلفة. أيضا في عام 1974 عالم ياباني طبعا دكتور بروفيسور نوريو تانيغوشي، هذا هو أول من أطلق مصطلح النانو تكنولوجي. طبعا هذا مهندس، دكتوراه هندسة النانو ماتيريال، هندسة المواد، أطلق هذا المصطلح. بعدها تم اكتشاف البوكي بول، جزء من الكربون تيوب اللي بال 1980. بعدها سكانينج تانلج مايكروسكوب، هذا الجهاز المهم جدا في صناعة وتشخيص النانو بارتيكلز، سكانينج تانلج مايكروسكوب في العام 1981. ثم الاتوميك فورس مايكروسكوب في العام 1985. وبعد هذا تلتها الاختراعات والابتكارات، هاي جزء بسيط طبعا، لان اذا احكي الهيستوري راد لي وقت. ثلاثة اختراعات من ضمنها المالتي وول كربون نانو تيوب بال 1991، والسنجل وول كربون نانو تيوب في 1993 وغيرها. نتكلم ب شيء من الاختصار طبعا على موضوع الجين ثيرابي. الجين ثيرابي او الجين، طبعا الجين ثيرابي هو علم مهم جدا، ومقدمات الجين ثيرابي هي الجين ديليفري، ادخال الجينات. الجين العلاج الجيني كان بي برولي ديفايند از ترانسفير اوف جينيتك ماتيريال انتو سيل اور ترانزيت اور بيرمننتلي after cell phenotype. إذن هو عملية إدخال مورثات جينات، هذه المورثات طبعا سليمة، إدخال مورثات صحية healthy
or normal genes إلى الخلايا من أجل تصحيح عمل المورثة. طبعاً هو هنا يقول transient or permanent، لأن إحنا بالترانسفكشن مثل عندنا transient وعندنا stable، هسه راح نجيها لاحقاً نحكي عليه. فإدخال عملية إدخال مورثات سليمة للخلايا من أجل تصحيح عمل المورثات المريضة، المورثات المريضة أو غير الفعالة بغية علاج المرض، مثل أمراض طبعاً أمراض الدم مثل الثلاسيميا أو الناعور، هيموفيليا، فقر الدم المنجل وغيرها. مثل هيموفيليا مثلاً معروف الهيموفيليا سببه هو وجود خلل أو عدم وجود خلل في الجين المسؤول عن إنتاج عامل التخثر رقم 8، وهاي مشكلة. فالعلماء يلجؤون إلى العلاج الجيني لحل المشاكل المرضية المستعصية. طبعاً هنا الصورة تبين أنه بالجين ثيرابي عندنا فيرال فيكتر، هاي بالجين ديليفري طبعاً، وعندنا نون فيرال فيكتر، كل واحدة بها أدفانتج وديس أدفانتج. الفيرال بي هاي ترانسفكشن إفيشنسي عكس النون فيرال، بس المشكلة ميونوجينيسيتي وحتى سيل توكسيسيتي بي، وبالإضافة للهاي كوست مالته، وأيضاً كارسينوجينيك، فخطر جداً. الترانسفكشن بشكل عام، عملية الترانسفكشن هسه نجي عليها تعريفها. This term is reserved to describe non-viral gene delivery method in eukaryotic cells. إذا هي اكو خصوصية في هذا المطر، هي نفس شوفوا انت يعني لفظا اذا تشوفونها ترانسفكشن ترانسفورميشن ترانسفكشن as the same meaning، يعني نفس المعنى، هي عملية انتقال او عدوى، زين، لكن الترانسفكشن تختص بالنون فايرال وين باليوكاريوتيك نون فايرال فيكتور او جين فيكتور. الترانسفورميشن وين بالنون انيمال البكتيريا مثلا بلانت سيلز الى اخره. ترانسدكشن لا الفايرال ميثود. بالترانسفكشن مثلا عمليه ادخال نيوكليك اسيد بشكل عام، النيوكليك اسيد هسه دي ان اي ار ان اي للخلايا الحقيقيه النواه باستخدام الطرق غير الفيروسيه. ومثل ما قلت الترانسفورميشن ايضا نقل نيوكليك أسيد البكتيريا والخلايا غير الحيوانية مثل خلايا النبات، في حين الترانسدكشن هي وصف لعملية انتقال الجينات باستخدام النواقل الفيروسية. طبعاً وأشهر النواقل هسه راح نجيها، أشهر النواقل هي الأدينوفيروس والإنتوفيروس وغيرها. باختصار هذا الشكل يوضح لنا الفرق ما بين الستيبل والترانزيانت ترانسفكشن. الترانزيانت طبعاً تمثل عملية انتقال non-viral أو nucleic acid لليوكاريوتيك بس بفترة زمنية قصيرة، يعني من 24 ساعة إلى 3 أيام أو 72 ساعة أو حتى 96 ساعة، في حين الستيبل لا، الستيبل فترة طويلة. ولاحظوا بالصورة في الستيبل يصير integration المن للمادة الجينية مع المادة الجينية الأصل الموجودة في الخلية. هنا عندنا transfectant cell that have incorporated foreign DNA يصير incorporation. عندنا الستيبل مثل ما قلت لكم integrated foreign DNA 24 to 72 hours while transient does not integrate foreign DNA but the gene expressed briefly. طبعا الستيبل هنا اكو فد خط مطبعي هنا، الستيبل هي تطول شهر والترانزيانت تطول 72 ساعة. أوكي. هنالك عوامل طبعاً we have factors influencing or affecting transfection efficiency. These factors including cell type, cell health, confluence, serum time, DNA quality and quantity. هاي العوامل مهمة جداً في عملية transfection. إحنا كباحثين أو كطلاب أو يعني إذا نريد نسوي عملية transfection خصوصا بالخلايا الجذعية او غيرها من الخلايا، الخلايا تتفاوت في عملية الترانسفكشن افيشنسي. هنالك خلايا تنطي هاي ترانسفكشن افيشنسي، والعكس هنالك خلايا هي بالاصل هاي التايب ديبندينج اون يعني ذير تايبس تنطي لو ترانسفكشن افيشنسي، فهاي ناخذها في نظر الاعتبار. العوامل طبعا مع اي ناقل سواء كان ناقل فيروسي او غير فيروسي، نوع الخلية وطبعاً صحة الخلية وإلى آخره، كونفلونسي. هسه نجي مثلاً سيل تايب مثل ما قلت لكم
cell health اللي هي يسمونها صحة الخلية، يعني الخلية لازم تأخذ بنظر الاعتبار أنه تنميتها، نوع الوسط اللي تنطي لها، تنميها في وسط مناسب مدعم بمصل عادة سيرم ألبومين، فيتال سيرم ألبومين نسبة معينة، نسبة صغيرة يعني 10% أو 15% حتى نزيد البيابوليتي للخلايا. وأيضا المحيط يجب أن يكون فريش، أيضا السويتابل كونديشن فور سيل كالتشر نأخذها بنظر الاعتبار، مثلا CO2 incubator، الهاي هيوميديتي تصل يعني حتى 100% بعد، و 37 سنتيغريد إلى آخره. أوكي، الكونفلونسي، كونفلونسي طبعا بالسيل كالتشر عندنا مصطلح شائع يسمونه كونفلونسي أو كونفلونسرز، اللي هو يستخدم كمقياس لعدد الخلايا بالكالتشر ديش، أو إحنا نسميه كالتشر ويل أو كالتشر فلاسك. الخلايا تغطي السطح مال العفو نعم عدد الخلايا اللي يغطي يسوي كفرينج المن للفلاسك ديسك أو ديش ديسك سطح الفلاسك بواسطة الخلايا. طبعا هنالك ستاندر نمبر أو ستاندر ريت، هذا الريت يأخذون من 40 إلى 80%، لكن إحنا الكونفلونسي نشوفها طبعا أندر إنفيرتد مايكروسكوب نراقبها نشوف أنه 70% أو 80% كونفلونسي، هذا يعني أوبتيمال كونفلونسي أو يعني سويتابل فور ترانسفكشن إفيشنسي أو ترانسفكشن سوري ميثود أو بروسيجر. أوكي طيب، طبعا أيضا نأخذ بنظر الاعتبار أنه المحيط يجب أن يكون فريش ويعني معقم حتى نتجنب التلوث، يعني إذا كان المحيط ملوث بالمايكوبلازما أو بالفطريات فهذا المحيط راح يكون أبدا غير مناسب لعملية الترانسفكشن. أوكي الـ DNA quality and quantity، طبعا البلازميد اللي يحمل الـ DNA يجب أن يكون خالي من البروتين والRNA أو الطرق اللي إحنا نفحصها بها طبعاً الأبزوربان صغير، والتلوث الميكروبي، إذن البلازميد يجب أن يكون نقي وكميته أيضاً مناسبة، كمية مثالية من الـ DNA تتفاوت احتماع النوع الـ DNA وعامل وخطوط الخلايا وغيرها. إحنا نحاول نمشي بسرعة لأن عدد السلايدات يعني نسبياً نشوفه هواي. أوكي هذا البروسيجر أو work flow for transfection method، طبعا هنا منطفة مثال آني مثال هذا عام بشكل عام باستخدام اللايبوفيكتامين اللي هو الكوميرشال ترانسفكشري ايجنت، هذا اللايبوفيكتامين زين يمثل لنا بالترانسفكشن باختصار طبعا نسبة معينة هو according to the procedure، البروسيجر موجود بالكيت موجود هنا كمية قد تكون 2 إلى 4 مايكرو لتر من الترانسفكشري ايجنت تضاف الى كميه مناسبه من البلازميد دي ان اي تقريبا 25% الى 1 مايكروغرام، وبعدها نخليها طبعا هنا اندر باللامينر هود خليها 20 دقيقه تقريبا، وبعدها نضيف اللايبوزوم دي ان اي لايبوفيكتامين ونحضنها ونسوي لها انكيوبيشن. بعد ما نسوي انكيوبيشن هسه هنا ترانزيانت مو ستيبل، مثلا ورا يومين ثلاث ايام نجي نراقب الخلايا نشوف الخلايا، ورا ثلاث ايام نسوي لها اناليسيس نسوي جين اكسبريشن، عندنا طرق مختلفه اما ريل تايم حتى الازا فلو سايتومتري فلوريسنت مايكروسكوبي اذا كان عندنا مثلا جرين فلوريسنت بروتين، وعندنا بروتين ديتكشن نستخدم ويسترن بلوت اس دي اس بيج الجين اكتيفيتي ريبورتر الى اخره. The common transfection method، الطرق الشائعة والطرق العامة بالترانسفكشن، طبعا احنا هنا عندنا كيميكال وعندنا فيزيكال وبايلو، هاي بشكل عام. الكيميكال method مثل كاتيونيك ليبيد لايبوزوم لايبوبلكس كالسيوم فوسفيت عادة هاي طريقة شائعة، كاتيونيك بوليمر و DEA ديكستران ماجنيت ميدييتد ترانسفكشن اللي هو شغلنا اللي هو يعتمد على الكيميكال، بس ما يعتمد فقط على الكيميكال، يعتمد على مبدأ الكيميكال ومبدأ الفيزيكال. ليش؟ لأن احنا راح نستفيد من الماجنتيك ايرون اوكسايد نانو بارتيكلز بوجود
الاكسترنال ماجنتيك فيلد، فهذا نعتبره جزء فيزيائي حتى يسوي لنا كونسنتريتد المن الهاي البارتيكلز كونتينينج دي ان اي انتو ذا سيل اور انتو ذا نيوكليس. اوكي، واكتيف دندرايمرز عندنا الفيزيكال الكتروبوريشن مايكرو انجكشن بايولستيك بارتيكل ديليفري ليزر. طبعا بالفيزيكال احيانا حتى ما نحتاج للشحنه، بس المشكله مكلف الطرق الفيزيائيه. والبيولوجيكال ايضا عندنا الفيرال البيولوجيكال الفيرال، وقلت لكم الفيرال بيها ادفانتج هاي افشنسي بس بيها ديس ادفانتج حكينا عليها. اوكي، هسه نحكي على موضوعنا اللي هو الكاتيونيك ماجنتيك ايرون اوكسايد بارتيكلز. كاتيونيك ماجنتيك ايرون اوكسايد نانو بارتيكلز، طبعا هاي الجسيمات جسيمات الحديد الكاتيونيه هي احدى صور الجسيمات النانويه. بالطبيعه نشوفها بثلاث اشكال، هاي اشكال شائعه نشوفها: ماجنتيت اللي هو اكسيد الحديد الثلاثي، ماغنيت وهيماتيت. هاي البروبابلي موست كومن نشوف. طيب هاي الجسيمات طبعا الجسيمات النانويه لها صفات يعني اثارت اهتمام الباحثين والعلماء بسبب خصائصها اللي هي سوبر باراماجنتيك بروبرتيز واللو توكسيسيتي مالتها، السميه المنخفضه نسبيا الهاي. لذلك اخذها العلماء على محمل الجد في العديد من البحوث وتطبيقاتها، طبعا في الدراج ديليفري، في الجين ديليفري، وايضا كمستشعرات بايو سنسرز والنانو بايو سنسرز الى اخره، طبعا حتى بالهيفي ميتال ديتكترز الى اخره. اوكي، سبب خواصها. عندنا تطبيقاتها بالجانب الانديترو ابليكيشن، تطبيقات كثيره يعني باختصار مثلا يونو اسي ديتكشن سيبريشن اوف سيلز فيروسز هرمونز اوليغونيوكليوتايدز دي ان اي بروتينز، هاي بالجانب الان فيترو. اما بالان فيفو بجسم الحي تيشو انجينيرينج يعني سكافولد مثلا سيل تاجينج تراكينج ايميجينج، يعني ايميجينج انا اقصد ديتكشن يعني بالمختبر مثلا ماجنتيك ريزونانس ايميجينج ام ار اي، طبعا يستخدمونها كونتراست ايجينج هنا بمكان العوامل الملونه تحقن، بس طبعا ايضا وياها كاتيونيك بوليمر كوتينج تارجتد دراج ديليفري جين ديليفري سيستم جين ثيرابي اولسو as well as target hyperthermia of cancer. طبعا هذا محل اهتمام الباحثين والعلماء. وتشو ريبير اند ديتوكسيفيكيشن اوف بايولوجيكال فلويدز. اوكي، هذه الصوره اعزائي تمثل نوع انا اعتبره نوع يعني نسبيا جديد او حديث من عمليه ترانسفكشن اللي هي بيست magnetic or cationic magnetic nanoparticles اللي احنا نسميها magnetofiction. هاي باختصار symbol highly transfection method. اذا هي عملية اولا بسيطة وبيها يعني كفاءة عالية مقارنة مع الكتات التجارية وغيرها والكيميكال non-viral methods وغيرها. طبعا إيش تستخدم؟ uses magnetic iron oxide nanoparticles to concentrate particles containing a nucleic acid into target cells. Usually benefiting from cationic polymer. هسه نجي على cationic polymer مثلا poly allysin hydrobromide اللي يحتوي على NH2 يعني group يعني يحتوي على positive charge. وقلت لكم أنا مسبقا بهاي العملية نستفيد من مبدئين، مبدأ الأول أنه نستفيد من الطرق الكيميائية اللي هي الكاتيونيك بوليمرز والطرق الفيزيائية في نظام واحد. أوكي، طبعاً هاي الماغنيتوفيكشن أكو الماغنيت اللي يستخدمونه عادةً مو من الفولاذ، أحياناً من الكادميوم، وسعره مكلف طبعاً غالي جداً ويباع تحت أسماء تجارية بالأوز بايو ساينس وغيرها علامات يعني يوصل حتى 2000 دولار الماغنيت الواحد اللي نخليه under the dish or under the well. Okay. Neural stem cells. الخلايا الجذعية. طبعا أنا راح أعطيكم فد ورقة بحثية أو جزء من عمل أنا سابقا قمت به وتم نشره في إحدى المجلات العالمية الـ ISI، واستخدمت بالنيورال ستيم سيلز الخلايا الجذعية
وناقل جيني آخر راح نجي عليه اللي هو Brain Derived Neurotrophic Factor، لكن باستخدام الكاتيونيك ماجنتيك ايرون اوكسايد نانو بارتيكلز. الخلايا الجذعيه العصبيه هي مثل ما تعرفون سيلف رينيو ومالتي بوتنت، هاي الخصائص الموجوده بيها، واندفرنشيتد سيلز سي ان اس. هاي طبعا تالف لنا ثلاث انواع من الخلايا اللي هي 3 ميجر تايبس اوف سي ان اس سنترال نيرفس سيستم، اللي هي نيورون، استروسايت، وأوليغوديندروسايت. الخلايا الجذعية العصبية طبعا يعني غنية عن التعريف، لان خلايا معروفة تستخدم to can be used to replace dead tissues and طبعا in patient suffering from Alzheimer, amyotrophic lateral sclerosis, Huntington spinal cord injury الى اخره. واذا قدرنا احنا ان شاء الله، يعني أنا قدرت الحمد لله وحققت بها براءة اختراع بفضل الله تعالى، أنه إذا حققنا synergistic action between neural stem cells and therapeutic gene بعملية transfection method، راح يصير عندنا combined therapy. هاي combined يحتوي neural stem cells in addition to therapeutic gene. أوكي. هذا عنوان البحث اللي أنا راح أنطي لكم وبنتائج وبشكل مختصر. طبعا يمكن الوقت داهمنا. اوكي ترانسفيكشن، اخذ وقت دكتور، اخذ وقتك الكافي على راحتك. والله دكتور خدمتك. ترانسفيكشن اوف نيورال ستيم سيلز باي بي دي ان اف جي يوزنج ماجنتيك نانو كارير سيستم، هذا عنوان البحث. طبعا باهدى هدفين، هدف رئيسي ميجر بيربسس اللي هو كونسنتراكشن. شلون راح نسوي كونستراكشن؟ طبعا انا مسوي كلونينج للاكسبريشن فيكتور، عندي نوعين من الفيكتورات، عندي فيكتور حامل للجين وعندي فيكتور اكسبريشن ماميليان جين. هذا الفيكتور الاكسبريشن سويت له كونستراكشن ودخلنا به الحمد لله الجين الثيرابيوتيك جين بي دي ان اف. هذا الهدف الاول. الهدف الثاني هو ترانسفيكتد اوف نيورال ستيم سيلز يوزنج نانو كارير سيستم كومبرايزنج اوف سوبر بارامغنتيك ايرون اوكسايد نانو بارتيكلز، او اللي هو نفس الكاتيونيك ماجنتيك ايرون بس هنا سوبر بارامغنتيك ايرون اوكسايد نانو بارتيكلز اند بولي اللايسين هيدروبرومايد. والنقطه الثالثه ان فيترو ايفالويشن، سوينا عمليه تقييم للجين اكسبريشن ترانسفيكتد ان نيورال ستيم سيلز باي نانو كارير ميثود اللي هي الماجنيتو فيكشن. وهدف فرعي اللي هو برودكشن اوف نيورال ستيم سيلز ترانسفيكتد وذ بي دي ان اف جين that enable اللي نقدر من خلاله يقدر هذا يسوي لنا expressing this gene in neural stem cells. اوكي نجي هسه على ال بي دي ان اف اللي هو البرين درايفد نيوروتروفيك فاكتور. طبعا ينتمي هذا الجين البرين درايفد نيوروتروفيك فاكتور. طبعا قبل لا نحكي، هاي الصوره تمثل هذا الجين اللي هو جزء من عائله، هاي العائله يسمونها نيوروتروفينز فاميلي، اللي بالاضافه للبي دي ان اف عندنا الان جي اف، انتي 3، انتي 4، انتي 5. طبعا هاي عائله مهمه جدا موجوده بالخلايا، هاي الجينات بنسب معينه مو بس بالخلايا العصبيه، حتى بالخلايا العضليه وبعدد كبير، والها فوائد عظيمه طبعا. وهذا هنا يتكون طبعا 247 حامض اميني، ويكون شكله طبعا يجي بهيئه بري برو ماتشور، يعني بري قطعه. لاحظ هاي القطعه السوداء يسمونها بري، تقريبا 18 حامض اميني، بعدين برو، بعدين بي دي ان اف ماتش. اوكي ينتمي طبعا مثل ما قلت لكم العائله نيوروتروفينات، وهو بروتين يكون مشفر بالانسان بواسطه هذا الجين بي دي ان اف، وطبعا يصنع مثل ما قلت لكم بشكل بري برو بي دي ان اف، ويتالف 247 حامض اميني. تكمن اهميه هذا الجين بالحفاظ على نمو، واحد، بقاء، اثنين، تمايز الخلايا العصبية والمساهمة في نقل الإشارات والإعازات العصبية بين خلايا الجهاز العصبي المركزي CNS، وكذلك في تحفيز الذاكرة أيضا ميموري وتنشيط الدماغ. طبعا لذلك مهم جدا، من المهم أنه يعني هذا السبب اللي خلاني يعني أسوي سلكشن لهذا الجين. أوكي importance يمكن انا ذكرتها يعني بشكل مختصر، ذكرت هاي الامبورتنس اوف
brain derived neurotrophic factor. نجي على material and method. بالبداية طبعا تم انتاج الخلايا الجذعية. طبعا انا كان الجزئين اللي عندي العمل فيه, جزء الان فيفو اللي هو اخذنا المختبر, وبعدين استخدمت ان فيترو. ان فيفو اخذت طبعا من نخاع العظم للفئران المختبرية من نوع طبعا يسمونها سبراغو داولي, وهذا العمل طبعا تم انجازه في جامعة طهران في مركز العلاج بالخلايا الجذعيه اللي يسمونه شفاء نيوروساينس ريسيرش سنتر, وهو اكبر مركز في ايران للابحاث الخلايا الجذعيه وايضا علاج الخلايا الجذعيه, طبعا باشراف دكتور طبعا يشرفني انه كان استاذي. كان عندي الاستاذ الاول دكتور نادر اللي هو وكيل وزير العلوم الايراني, والاستاذ الثاني كان عراقي اللي هو دكتور تقي الطريحي. اتشرف يعني استاذي ودائما ابقى تلميذ قدام, الحمد لله علمني امور يعني ممتن الى صراحته. فقدرنا انه من نخاع العظم للفئران المختبريه من نوع سبراغو داولي, طبعا كان يعني عمرها 8 اسابيع ووزنها تقريبا 250 غرام, عبر عزل وتشخيص طبعا تشخيص وتمايز الخلايا الجذعيه الى خلايا جذعيه عصبيه. من استخدمنا هاي الطريقه اللي هي طريقة انه سويت عملية كاتينج للفيمر مال هاي الفئران, وطريقة طبعا معقمة, وسحبنا من عتها من نخاع العظم الخلايا. بعد هذا نميناها واستخدمنا طرق السنتريفيوجيشن والكلتشرين. بعدها بالمختبر طبعا بعد ما نمينا هاي الخلايا حولناها, طبعا شخصناها اول مره وباسطة احنا نسميها نون ستينينج. بعدها سوينا لها تمايز ديفرنشيشن للخلايا من الخلايا الجذعيه للخلايا الجذعيه العصبيه عن طريق قياس مستوى التعبير الجيني خلال مراحل طبعا مختلفه, مراحل مختلفه من تكوين الخلايا العصب باستخدام طبعا تقنيه الكيمياء الخلايا المناعي نيونوسايتو كيمستري, وايضا بالاضافه الى تفاعل سلسله البوليمرز بي سي ار. قدرنا نحصل على نوع اخر من الخلايا اللي هو نيورال ستيم سيلز. باختصار هذا السلايد او هذا الشكل يوضح لنا العمليه, يعني بون مارو هنا بون مارو ستيم سيلز ات باساج 3 تو 4. بعدين هاي الخلايا من قلت لكم صار كفرنج وصار اتهيرنج, يعني صار التصاق على سطح الفلاسك او سطح الويل, قمنا سوينا لها ديسلوكيشن بواسطه التريبسين والاي دي تي اي. بعدها غيرنا المحيط, ورا ما غيرنا استخدمنا عوامل اللي هي ديفرنشيتد انديوسرز احنا نسميهم بي 27 والبيزك فايبروبلاست جروث فاكتور والابيديرمال جروث فاكتور وبنسب مختلفه, واكوردنج تو ذا كيت بروسيجر قدرنا نحصل على الخلايا. طبعا هذا الشكل يوضح لنا شكل يوضح لنا الميونوسايتوكيمستر بروسيجر بعد الفيكسيشن للخلايا سيرم بلوكينج, وعندنا الانتي بودي برايمري انتي بودي انكيوبيشن وسكندري انتي بودي انكيوبيشن وستيننج, وبعدين نسوي لها فلوريسنت ايميجينج. ايضا بعد هذا انتقلنا الى مرحله صناعه او فابريكيشن لل Fe3 ماجنتيك ايرون اوكسيد نانو بارتيكلز, واستخدمنا الطريقه اللي هي الطريقه اللي احنا نسميها تراديشنال ميثود, الطريقه المستخدمه خصوصا للاغراض الطبيه البيولوجيه فور بايوميديكال ابلكيشن اللي هي كيميكال كوبريسبيتيشن ميثود, باستخدام الفريك والفروس كلورايد وكلوريد الامونيوم وال الماجنت, وجود الماجنت والاسترار وطبعا الالتراسونيكيشن, وبطرق متعدده الى ان حصلنا على الفيرو فلويد, وبعدين سوينا له عمليه كاركترايزيشن بالمورفولوجي والكيميكال كاركترايزيشن. البوليمر اللي استخدمناه بالدراسه اللي هو بولي اللايسين هيدروبروميد, طبعا تم شراءه من شركه سيجما, وسوينا له ايضا اوبتمايزيشن لل للستوك سوليوشن لهذا البوليمر, وقمنا بايضا اختيار طبعا بعد تجارب عديده اختارينا تركيز معين من البوليمر اللي هو
0.75 microgram per ml. شفنا انه اوبتيمال ينطف نتائج رائعه خصوصا اذا لمجناه ويل 25 مايكروغرام لل من السبايون سوبر بارامغنيت ايرون اوكسايد. وبهاي الحاله حصلنا على نانو كارير يتكون من البولي من الماجنتيك ايرون اوكسايد نانو بارتيكلز بعنوان كور طبعا كور ومغلف البوليمر اللي هو بولي اللايسين هيدروبروميد. فصار عندنا كاتيونيك نانو كارير سيستم. اوكي هذا طبعا جين او بلازميد ريبورتر جين. هذا الريبورتر جين تم الاستفاده من عنده هو ناقل ايضا تم شراءه من شركه انفيتروجين. يحتوي على جين البروتين الاخضر اللي نسميه جرين فلوريسن بروتين حتى نقيم به كفاءه التعبير الجيني للمركب النانوي. نقيمه شلون عن طريق الفلوريسنت مايكروسكوبي كناقل غير فيروسي بالخلايا الجذعيه العصبيه ويتاثر ايضا مجال المغناطيس الخارجي. وثم مقارنته مع الليبوفيكتامين نقارن الترانسفكشن افشنسي اللي استخدمنا الليبوفيكتامين طبعا احنا استخدمنا كنترول عام السيطره بعد فتره اللي هي 48 او 72 ساعه من عمليه نقل الجينات ترانزيينت ترانسفكشن وباستخدام الاميونو سايتوكيمستري بيتم بعد حساب الخلايا الخضراء تحت المجهر الفلوريسنت مايكروسكوب يعني الخلايا الخضراء اللي صار بها جين اكسبريش. هذا الكارير فيكتور اللي يحتوي على برين درايف نيوروتروفيك فاكتور اللي هم نوع هومو سابيانس ومنطين الريستركشن سايت انزيم الانزيمات اللي انقص بها وايضا منطين الانتيبايوتيك امبسيلين. هذا الاكسبريشن فيكتور الماميليان اكسبريشن فيكتور اللي استفدنا من عندنا وسوينا له كونستراكشن وريكومبيننت دي ان اي تكنولوجي. وهاي الطريقه اعتقد موجوده بالبروسيجر اللي هي عمليه الكلونينج يعني بدايه ترانسفورميشن للكارير فيكتور اللي احنا او الباتن اللي هو بي سي ام في 46 بعدين نسوي له بلازميد بيوريفيكيشن دايجستشن سيكونسينج وبرايمر ديزاين بي سي ار ليجيشن وترانسفورميشن يعني ريبيتينج بعدها بلازميد بيوريفيكيشن سيكونسينج وبالمرحله النهائيه ترانسفكشن. هاي عمليه ترانسفورميشن الهدف من عته هو تكثير القطعه البلازميديه البلازميد معزل عن الماده الوراثيه البكتيريه طبعا نختار بها الكومبيتنت بكتيريا اي كولاي. وهنا بلازميد بيوريفيكيشن عمليه تنقيه البلازميد اعتمادا على الكيت وتعليماته. ايضا استفادينا من برنامج الجين رانر او الاوليجو جين رانر انا استفاديت شخصيا من عده في عمليه البرايمر ديزاين واختارينا هذه البرايمرات. بعدها سوينا عمليه ريستريكشن سايت انزيم ومن ثم ليجيشن بعدها ترانسفكشن البي سيكتاج اللي هو الاكسبريشن فيكتور اللي يحتوي على البي دي ان اف نيورال ستيم سيلز بواسطه النانو كارير سيستم اللي يحتوي على سوبر بارامغنتيك ايرون اوكسايد نانو بارتيكلز بتركيز 25% مايكروغرام بير ام ال والفاينل دوز البولي اللايسين هيدروبروميد بواسطة تركيزه طبعا 75 مايكروغرام كل سي سي. وسوينا لهم ميكسيشن بعدها روتيتنج شيكر وغيرها فتره معينه تقريبا ساعه واحده وقدرنا نحصل بعدها على الكوتنج يعني المركب. هاي صوره توضح ان هذا سوبر ماجنت بليت في وقتها انا يمكن بال 2010 هذا الماجنت بليت اشتريته ب 1800 دولار. هو عباره عن قطعه فقط مغناطيس يعني بس هذا من الكادميوم. هذا نخلي جوه الدش او جوه الخلايا فتره قليله يعني ما تتجاوز ال 20 دقيقه وبعدين بالحاضنه راح يجذب سبحان الله الماجنتيك ايرون اوكسايد نانو بارتيكلز اللي تحتوي لنا على الجين او نيوكليك اسيد الى داخل النواه. كاركترايزيشن على عندنا ترانسميشن الكترون مايكروسكوبي وعندنا زيتا سايزر وعندنا فوريو ترانسفورم انفراريد سبكتروسكوبي. هاي اعتقد مكرر هذا السلايد. ايضا الاكسبريشن اوف بي دي ان بواسطه استخدمنا تقنيه الار تي بي سي ار عمليه السي دي سانثيسيس اللي هي طبعا استخدمنا في تقنيه احنا نسميها قياس الوقت الحقيقي لتفاعل سلسله البوليمريز باستخدام هاي البادئات. سوري نعم
بعدين سوينا ايفالويشن. الايفالويشن تم ايفالويشن للبروتين ديتكشن بواسطه الاس دي اس بيج والويستن بلوت للبرو بي دي ان اف بروتين. هاي طبعا بعد عمليه ترانسفكشن. وعملنا ايضا statistical analysis وحصلنا على النتائج التالية. الميونوسايتوكيمستري الميونو اظهرت النتائج اللي عندنا الحمد لله، النتائج المتشرية والمناعية، ان الخلايا المعزولة من نخاع العظم لها القدرة على الالتصاق زين وبالسطوح البلاستيكية في شروط الاستنبات بالمحيط الاصطناعي، بوجود المصل طبعا في تلبروفاين سيرم، الشكل المغزلي المميز لها طبعا، وايضا تعبيرها عن المستهاي المستضادات اللي هي الفايبرونكتين وال السي دي 105 والسي دي 90 سوري سي دي 90 هاي تنطينا، هاي احنا نسميها هاي نسميها ماركرز يعني سيجنيفيكانت ماركرز المن للخلايا الجذعيه، بواسطه نقدر نثبت هويتها والحمد لله ثبتنا هويه الخلايا الجذعيه الميزنكايمال ستيم سيلز، بالاضافه الى وجود النيوروسفير هنا جدا واضحه، النيوروسفير اللي هو الفيرست ستيب او فيرست لاين اوف نيورال ستيم سيلز، خلايا جذعيه اذا حولناها الى خلايا جذعيه عصبيه اول مره تمر بمراحل، مرحله اللي هي نيوروسفير، بعدين نيوروسفير وراء فتره تقريبا اسبوع تتحول الى نيورال ستيم سيلز. هاي شوفوا النيوروسفير بعدها تتحول الى فتره معينه تتحول الى نيورال ستيم، هنا حرف السي معناها افتر 1 ويك تتحول نيورال ستيم سيلز، بعدها ثيرد باساج هنا صارت عندنا خلايا جذعيه عصبيه مميزه. ايضا هنا الميونوسايتوكيمست الخلايا الجذعيه بواسطه نفس البروسيجر المذكور سابقا باستخدام طبعا انتي بودي انتيجين كومبلكس، واول صوره توضح لنا اللي هي نيوروفيلمنت نستين اللي هو ايضا ماركر مهم جدا بالخلايا الجذعيه العصبيه، هذا رياكتد وذ اف اي تي سي اللي يستخدم كسكندري انتي بودي، وايضا الانتي نيوروفيلمنت اللي هو 68 بالاضافه الى الانتي نيوروفيلمنت 200 اللي مثل ما تلاحظون حتى نسبه الجين اكسبريشن مالته قليله اللي هو يعني ما يعبر عن الخلايا الجذعيه العصبيه، يعني ما يبين هويتها بشكل واضح، مال نيورون مو مال خلايا جذعيه عصبيه. الزيتا بوتنشال هنا الكاركترايزيشن بالجسيمات الحديد اللي قمنا بانتاجها تبين لنا بشكل واضح انه احتماليه زيتا بوتنشال هنا ملاحظين هي ماينس بالماينس 31. هنا uncoated nanoparticles يعني خلايا غير المغلفه للبوليمر بها ماينس يعني التشارج مالتها الشحنه مالتها تحولت من ماينس الى بوزيتيف 16.9 ملي فولت، معناها حطتنا شحنه موجبه، معناها اثبتنا انه صار كوتينج المن للماجنتيك ايرون اوكسايد نانو بارتيكلز. وايضا اظهرت نتائج المتشر الالكترون جسيمات الحديد وجود اشكال دائريه وبقطر تقريبا 10 الى 12 نانومتر، اما الناقل النانوي اللي هو سبايون بي ال ال فكان حجمه ضعف هذا الشكل تقريبا مثل ما تشوفون بالصوره. وبالنسبه للاف تي اي ار ايضا اظهر طيف الاشعه تحت الحمراء وجود قمه امتصاص واسعه، هاي عنده طبعا عنده تقريبا 2086.26 سنتيمتر ماينس تعزي الى مجموعه الامين الموجبه الموجوده في السلسله الجانبيه للبولي اللايسين هيدرو برومايد. نتائج التحليل الجزيئي طبعا هنا مولك هذا البي سي ام في سبورسك طبعا ما اخذناه، شفنا بعد ما سوينا جيل الكتروفورسيس شفنا الصوره مالته واضحه جدا والحجم مالته واضح جدا 4369 العفو 96 بيس بير. هنا بعد عمليه الدايجستشن عمليه ريستركشن سايت انزايم اللي بري برو بي دي ان اف، وهنا الكولونال بي سي ار
هنا ايضا السب كلونينج وتتكون عندنا الجين اللي هو برو بي دي ان اف، وبواسطه تقنيه السيكونسينج قدرنا نحصل انه 100% الجين هو عباره عن بي دي ان اف. هاي عمليه الافشنسي قدرنا نسوي ايفالويشن باستخدام الريبورتر جين مثل ما قلت لكم، هذا اللي هو جرين فلوريسنت بروتين. و قبلها سوينا احنا اوبتيمال كونسنتريشن للسبايون والسوبر بارمت ايرون اوكسايد، واخذنا بنظر الاعتبار طبعا ال 25 مايكروغرام انطتنا افضل يعني تركيز واقل سميه للخلايا، لذلك استخدمنا هذا التركيز. وايضا هذا الصوره تبين لنا الترانسفكشن افشنسي ونسبة جيدة جدا 18% قياسا وي، لأن مثل ما تعرفون الترانسفكشن افشنسي بالخلايا الجذعية نسبتها ضئيلة جدا، يعني إذا تقارنها بالكالسيوم فوسفيت أو مثلا غيرها أو حتى الليبوفكتان تكون نسبتها ضعيفة. الحمد لله حققنا بها نسبة جيدة. هذا الصورة توضح أن البروشن بلوستينينج ذرات الحديد، حتى نثبت أنه ذرات الحديد موجودة، ذرات الحديد موجودة عندنا وين؟ بداخل السيتوبلازم داخل الخلية. هاي النقاط الزرقاء اللي تشوفونها هاي هي جسيمات الحديد النانوية، قوة التكبير هنا قوة التكبير طبعا 50 مايكروغرام مايكروميتر. والشكل طبعا هنا يوضح لنا يوضح لنا هذا الشيء. هنا الـ MTTSA عملية MTTSA اللي هي طبعا اختبار بواسطة نقدر نكشف عن السيتوتوكسيسيتي للنانو كارير او الفايابلتي بالدوز ريسبونس، والحمد لله يعني قياسا والكونترول كانت نسبة السمية يعني منخفضة ومناسبة جدا. هاي الصورة الأخيرة اللي توضح انها خارطة البلازميد البياني واللي تم استخدامه في كلونة الجين البرو بي دي ان اف، وايضا فصل القطعه ب اللي هو يمثل لنا فصل القطعه اللي هي البرو بي دي ان اف جين داخل بلازميد اي سكتاج هاي جرو بي باستخدام الانزيمات القاطعه داخل خريطه القطع المحاله لوح من الجلد بالترحيل الكهربائي، وتي تمثل لنا اللي هي بروتين ديتكشن بواسطه ال الويستن بلوت اناليسيس. طبعا هنا ال يمثل لايزيت وهنا الاس يمثل بروتين، وايضا الشكل الاخير اللي يمثلنا الاليزا يمثل لنا الاليزا وبالخلايا. طبعا هنا الخلايا الجذعيه اخذناها كنترول غير يعني ما مسوين لها ترانسفكشن، وخلايا جذعيه عصبيه مسوين لها ترانسفكشن، وبالبيكوغرام ظهرت لنا نسبه عاليه من الخلايا الجذعيه العصبيه. الاستنتاجات طبعا من خلال بحوثنا استنتجنا انه الماجنيتوفكشن طريقه واعده نقدر نستفيد من عتها، وايضا من خلال وجود الكاتونيك ماجنتيك ايرون اوكسيد نانو بارتيكلز كوتد باي بولي اللايسين هيدروبروميد نقدر نستفيد من عتها يعني بلاتفورم او ديفايس او فيري فيري بروميسينج ريسيرش تول ليس تايم، يعني تكلفنا عناء الوقت والجهد و الكوست. وطبعا بالمناقشه اذا تحبون مناقشه تحبونها مفتوحه انا جاهز طبعا، واحب اوضح لكم بعض المقالات العلميه اللي تم نشرها الي يعني بواسطه هذا العمل، واحده من عتن في مجله كلينيكال بايوكيمستري الزفير، وواحده بالارتفيشال سيل نانو ميديسين اند بايوتكنولوجي، وواحده بال الإيرانيان بايوميديكال جورنال. شكرا جزيلا دكتور وآسف على التأخير. ألو دا سمعك دكتور، دا سمع بس منتظر دكتور عشتار. دكتور أنا محاضر تقريبا بس يعني وقت المناقشة بخدمتك. عاشت إيدك عاشت إيدك. ها دكتور ممكن اشكر الدكتور يعني صراحه على هذا
المحاضرة الحلوة القيمة يعني، وهاي المعلومات يعني، ويعني أقول لك الله يساعدك على هذا الشغل، لأنه شغل الكلونينج والترانسفكشن أنا حقيقة اشتغلت بالدكتورة يعني شغل متعب جدا، ومعوقات هواية تواجهك صراحة يعني، واجهتني هواي معوقات الآن الحمد لله وصلنا لهذه النتيجة، وشكرا جزيلا يعني على هاي المحاضرة القيمة وهاي المعلومات. اخوان اللي عنده سؤال ممكن انه يرفع ايده يعني يضغط على raise hand حتى نعرف انه عنده سؤال. دكتور حسن علياوي تفضل. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام، اهلا دكتور، يا مرحبا. احب اشكرك طبعا دكتور على هذه المحاضره القيمه جدا. حياكم الله دكتور، خدمة. وانا على اطلاع وتماس مباشر وياك يعني بخصوص اعمالك وشغلك دكتور، واحنا عندنا الكثير من الاعمال المشتركه. انا بس عندي دكتور سؤال واحد، احنا ممكن نوظف هذه التقنيه، تقنيه النانو تكنولوجي يعني، سواء السكافولد او ترانسفكشن او غيرها، ونربطها مثلا ويعني وشغل الستيم سيل، احنا في تخصصنا في تخصص الطب البيطري يعني، اكو افكار في موضوع لولا؟ شكرا دكتور، شكرا جزيلا. بالحقيقه الطب البيطري او استخدام النانو تكنولوجي تطبيقاته في الطب البيطري هو تحت عنوان النانو ميديسن، الطب النانوي. زين، نعم. اكثر البحوث يعني بحوث زملائي يعني معظمهم اللي هم اطباء بيطريين جاي يشتغلون على النانو تكنولوجي، فبالتاكيد يا دكتور نقدر نوظف تقنيه النانو ونستفيد من عدها بشكل يعني ممتاز جدا، وين في تطبيقاتنا في مجال الفيترينري ميديسن، يعني بكل يعني بكل المجالات، مجال البولتري ديزيزز، مجال مثلا ديتكشن، حتى مجال التريتمنت دراج ديليفري جين ديليفري، حتى مجال النانو بايو سنسرز، زين اجهزه الاستشعار نكشف من خلالها مثلا هواي هواي امور، حتى الهيفي ميتالز مثلا ديتكشن ايراديكيشن اولسو وي كان يوز ذس تكنيك ان ديفرنت فيلد، يعني هواي هواي مجالات خصوصا مجال الطب البيطري، حتى في مجال يعني احد زملائي كان اتصل بيه وطالب دكتوراه في ماليزيا، فبقتها راد من عندي فد بروبوزال، اقترحنا له كالسيوم كربونات نانو بارتيكلز يستفيد من عدها في تقويه القشره للدواجن، احيانا قشره البيضه اذا ملاحظها دكتور تكون ايزي تو فراكتشر، تنكسر بسهوله، فنسبه معينه من هاي الماده ينطوها بالعليقه، هاي شو السبب؟ السبب زياده في سمك و متانة هذه القشرة، وبالتالي ما راح تكون يعني سهلة للكسر. هذه فكرة رائعة جدا. العفو دكتور سالم، أنا هذا جرني إلى سؤال آخر يعني. تفضل دكتور. بالنسبة لاستخدام النانو بارتيكلز، يعني هل بالإمكان يعني من خلال اطلاعك أو هذا إنه أكو محاولات لاستخدامه في معالجة بعض الإصابات الفيروسية؟ كمعالجه نعم، هنالك محاولات. اي سؤال مهم جدا دكتور. حاليا دكتور جاي يستفيدون بعض عندنا الجسيمات النانويه لها خصائص، خصوصا يسمونها النوفل ميتالز، يعني مثل ماجنتيك، حتى الجولد نانو بارتيكلز، سيلفر بعد السيلفر نانو بارتيكلز، هاي بها خصائص حتى انتي باكتيريال اكتيفيتي وحتى انتي فايرال اكتيفيتي، وبعض العناصر عندنا نقدر نستفيد من عندها نسوي لها كابينج ويا الانتي بودي او انتيجين، حتى نستفيد من عندها بعنوان مستشعرات يعني ديتكشن. الان في ايران، في جمهوريه ايران الاسلاميه جاي يستخدمون هاي التقنيه حتى انتجوا، طبعا جاي يسوون حتى كتات، مو بس هاي دكتور جاي يستخدمون يعني هاي العناصر بعد تغليفها وربطها ببعض المستضدات او بعض الانتيبودي حتى يكشفون بها، يعني هم يسمونها نانو بايوسنس، يكشفون بها عن امراض فيروسيه. سابقا سووا ديتكشن للهواي فايرال يعني ديزيزز، بس
يعني احتمال هسه البحوث قائمه يعني على على موضوع الكوفيد 19 او كورونا فيروس يستفيد. هو هذا اللي حدثني. اي نعم موجوده دكتور. ذكرتني موضوع دكتور مساله الكوتينج. انا اعتقد انه يعني واحد من اهم المواضيع اللي لها علاقه بالنانو بارتيكلز هو استخدام الكوتينج حتى نحافظ على الستابيليتي. احسنت دكتور، فاتني ما ذكرت هذا الشيء، بارك الله. اي يعني اذا عندك معلومات انه how to provide the proper surface coating of magnetic iron oxide مثلا. كلامك دقيق وعلمي. نعم دكتور، انا هاي فاتني. الماجنتيك نانو بارتيكلز طبعا بيها صحيه لو توكسيسيتي، بس بيها مشكله يصير لها اجلوميريشن، احنا نسميها اجريجيشن. نعم اي هذه ستابيليتي، فيسوي لها تغليف كوتينج بواسطة بايوبوليمر، يعني كاتيونيك بوليمر مثلا كايتوزان، مثلا البولي اللايسين، البولي اثيلين امين، البولي اثيلين جلايكول. دكتور هاي ايضا تنطيها توافق حيوي بايو كومباتيبلتي، وبنفس الوقت ايضا تنطيها ستابيليتي، وبنفس الوقت اذا اردنا نستفيد من عندها بابليكيشن بالانفيفو الجهاز المناعي ما راح يتعرف عليها. ممتاز. مهمة جدا دكتور، عاشيلك والله، ملاحظة جدا. وايضا يعني انت ايضا، وهي شوف كل ما تحكي حكايه يعني تتولد عندي فد سؤال. ايضا حسب ما معلوماتي انه اضافه الى الستابيليتي انه هذا الكوتينج ممكن ان كان اكسباند ذير فانكشنينج، يعني الفانكشنال ستاتس ايضا تزيد. نعم. ممكن انه ممكن يصير فيردر فانكشنيشن. احسنت دكتور، صحيح. اعتقد هيك يعني اكو كلام دقيق. نعم دكتور، انا ذكرت في المثال انه حاليا بالامراي يعني بالانفيفو يستخدمون عوامل ملونه، هاي يحقنوها بالوريد حتى بعدين يصورونها الرنين. نعم. جهاز الرنين المغناطيس زين، فهسه جاي يستخدمون جسيمات الحديد النانويه بس شبيهه بها بولي اللايسين هيدروبرومايد كوتينج، يعني هاي بعنوان كونتراست ايجنت، يعني الحديد بوحده ما يقدرون يستفيدون من عنده، مثل ما تفضلت هذا في الشيء يعني فونكشنال. بالضبط. وضفنا جسيمات الحديد بواسطه الكوتينج حتى نستفيد من عتها بالامر. هو حتى ايضا اذا 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 عندك معلومات انه هاو تو تشوز ذا كوتينج ماتيريال، يعني تعرف اكو اورجانيك واكو انجو اورجانيك. نعم. بالاورجانيك اكو سرفكتنت واكو غيرها، والان اورجانيك اكو اضافه الى الميتال اوكسايد. نعم. يعني بتقديرك يعني من خلال انت كونك انت انترست بهالموضوع، يعني انا هسه لو مثلا ابدا استخدم هذا الاسلوب ايش تنصحني، يعني اي نوع من الكوتينج ماتيريال اللي ممكن انا يعني اشوفه مجدي ويزيد الحاله الوظيفيه؟ والله دكتور انا يعني وجهه نظري البسيطه انه عاده الناتشرال كوتينج اشوفه افضل. ها الناتشرال اكو عندنا سينثيتيك يعني بوليمر احنا نصنعها موجوده بمختبر. أيه. بس انا اشوف ناتشرال مثلا عندنا يعني تقصد البايو مولكيولز الجينات مثلا الجينات ديكستران مثلا ديكستران اشوفه ممتاز جدا. أيه يعني البايو مولكيولز. نعم بايو مولكيولز. أيه. يعني مو السينثيتيك بوليمرز. لا مو سينثيتيك، انا اشوفه حتى يعني ما شاء الله يعني الابحاث هسه الحديثه جاي ياكدون على استخدام هاي السرفكتنت اللي هي الناتشرال يعني. زين انا راح اغششك بس ما راح تلحق علي. ها خدمتكم دكتور. راح اغششك بس ما راح تلحق علي. ممكن انه نسوي فد بايلوت ستدي على واحده من هذه الطرق ونشوف الريزلت، وبعدين نبدي نغير الكوتينج فد 5-6 كوتينج، ونرجع البايلوت ستدي نعيدها على هذا الكوتينج ونشوف ايهم هو الاكثر تاثيرا، يعني من ناحيه يعني علاب انيموس طبعا، ايهم اكثر تاثيرا حتى نقدر نوصي به ونعممه وممكن انه يكون له نتيجه. فكره رائعه. وانا ازيدك دكتور بس راح اقول لك شيء، راح استفيد من جنابك ها وندخلك يعني ويانا بالنشر، بس رجاء بس مو تسويها قبلنا. انا اتصرف مو انا اللي حصه بيك، انا هم ساعدي اللي حصه بيك والله. خدمتك انا دكتور اخونا استاذنا. لا هو انا عندي هيك توجه حقيقه، انا من سمعت محاضرتك وانا اعرف توجه دكتور حسن ايضا. نعم. وايضا سمعت محاضره الدكتوره منى اذا انت كنت حاضر بيها. للاسف الشديد للاسف اي يعني
ايضا كانت محاضرة جدا رائعة يعني حقيقة. وكان وهذا ولدت عندي يعني خلال هاي اليومين يعني رغم انه هاني شوية عندي فاتحة وهاي شو التهيت بس تولدت عندي عاصف جدا عظم الله بس تولدت عندي يعني عشرات الافكار بحيث اكيد راح استفيد من ثلاثتكم يعني راح استفيد ان شاء الله. دكتور احنا نستفيد من عندكم هي الفائده المشتركه يعني تبادل منفعه مثل ما تقول ان شاء الله. فان شاء الله راح نكون يعني ان كونتينيوس كونتاكت يعني خادم لكم. وانا بالعكس انا ترى تربطني علاقه مهمه ويعني صميميه مثل ما تقول ويا زملائي في جامعه القادسيه يعني دكتور حسن ايضا دكتور سعد وزملائنا يعني دكتور كاظم يعني اخوتنا كانوا وياي بجامعه بغداد. الله يحفظكم ان شاء الله دكتور حسن لو ما البعت هسه جيتكم جامعه القادسيه كلية. الله يسلمك الله يحفظك. أيوة. الله يحفظك. انا حقيقه زميلي دكتور ماجد اعتقد طلع تقاعد دكتور ماجد ماجد رحيم ماجد رحيم شويه اكبر من عندي. اي نعم دكتور ماجد صديقنا العزيز. اي الله دكتور. فاني ممنون لك الحقيقه. اكو عده اسئله شوف اهل الفيزياء بداوا يتحارشون بينا وشغلهم واحنا هذا دكتور سلمان ما. سلمان حمزه حسين عنده سؤال رافع ايده. خلي تفضل خدمتك. تفضل دكتور سلمان هذا اختصاصه يعني تقريبا ميديكال فيزيكس يعني او كوانتم فيزيكس ما اعرف يعني فد واحده من الاثنين. تفضل عندي دكتور سلمان سوي انا ميوت وتفضل. أنا راح أسوي لك أنميوت. دكتور سلمان إذا دكتور سلمان مو جاهز دكتور حسن عنده أيضا تعقيب. دكتور حسن علياوي تفضل. دكتور حسن ها دكتور سلمان. يلا دكتور سلمان جاهز تفضل. الو تفضل عيني دكتور سلمان. السلام عليكم دكتور جبار. عليكم السلام ورحمه الله. البقاء في حياتك اولا. حياتكم الباقي الله يرحم والديك. السلام عليكم دكتور سالم. عليكم السلام ورحمه الله حياكم الله. السلام عليكم دكتور سالم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل. انت استعملت النانو استعملت النانو دكتور كم دايمنشن لهاي الماده اللي استخدمتها؟ انا قلت بالنتائج 10 ل 12 نانو متر. اي يعني دكتور هي كوانتم دوت لا ماجنتيك مو كوانتم ماجنتيك ماجنتيك ايرون اوكسايد نانو بارتيكلز بالك يعني بالك 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 يعني اي زين دكتور العفو تضمين الماده او الماتشنج بين الماده او والنانو شلون يصير؟ ما انا شرحتنا يعني بس اريد اعرف شلون يصير هي إيه اكو بروسيجرات يعني ارتباط يعني ترابط شنو يصير ترابط مثل كيميائي فيزياء عاده يصير بالالكتروستاتيك انتراكشن دكتور زين هذا البرنسبل اوف كوتينج شلون يصير تعرف احنا زين دكتور هاي الماده يعني العفو بس هم سؤال ثاني اريد اكمل حتى تجاوبك جواب واحد العفو دكتور دكتور اياسا عن طريق مثلا اذا كان يستخدم النانو كتوصيل علاج مثلا على سبيل المثال اذا وصل علاج بعدين شلون يكون افرازه عن طريق شنو يعني اللي يبقى بالجسم يتخلص من الجسم نعم شكرا دكتور براحتك دكتور تفضل شكرا دكتور سلمان سؤال يعني مهم جدا تسلم انا بالمناسبه بحثي كان ان فيترو مو ان فيفو بس هو ان شاء الله كطريقه واعده حتى نستفيد من عته بالان فيفو يعني بالمستقبل بس بالجسم الدراسات هسه الحديثه خصوصا دراسات النانو توكسيكولوجي علم السموم النانوي جاي تبحث هذا الشيء انه هذا هاي الذرات الحديد يعني حتى اذا كانت يعني سميتها قليله يصير بيها تراكم احتمال فترات يعني تقدمة يصير نوع من الأكيوموليشن خصوصاً بالليفر وغيره فلا زالت الدراسات قائمة على موضوع النانو موضوع ترى حديث العهد نسبياً يعني نشوفه فقيد الدراسة والبحث صحيح كلامك منطق إنه في الجسم الحي احتمال أكو سمية وتبقى هاي سمية تراكمية بس نعم. نسبياً منخفضة نعم دكتور ايضا دكتور سؤال لموضوع هذا موضوع علاقه يعني انه تكون كماده مسرطنه مثلا
لا هو مو ما ثابت، لا مو مادة مسرطنة، لا أبدا مو مادة مسرطنة دكتور، لا نعم. بس توكسيك يعني كمباوند مركبات هسه سبب توكسيسيتي أحيانا مادة يعني بيها نسبة من السمية، ما أقول لك يعني أكو هايلي توكسيك أكو مودريت أكو تعرف يعني هسه إحنا أجسامنا كلها بيها توكسيك مواد يعني هسه هاي العناصر شو اسمه الثقيلة موجودة حتى بأجسامنا بس بنسبة معينة نسبة معينة. زين العفو دكتور، هسه كل شغل كل شغل عن نانو لازم أقيس سمية المادة اللي استخدمتها قبل كل شيء لازم؟ شلون شلون دكتور؟ أو هي مقاسة ستاندر مثلا إذا أستخدم نانو كمادة كبوليمر أو يعني هي بصورة عامة هي كذرة صناعية هي تعرف دكتور هي ذرة صناعية. نعم نعم هي نعم أنت تصنعها دكتور بس عندنا طرق فيزيائية وطرق كيميائية وهسه أخيرا أكو طرق بايولوجية. فأي مادة لازم أقيس السمية مالتها قبل ما أستخدمها؟ طبعا أنا هسه من سويت دكتور سويت لها سمية اختبار سمية الام تي تي تيست زين او السيل فايبلتي باستخدام زيبان بلو تيست. اكو طرق عندنا طرق مختلفه حتى تقيس بها السميه سميه الخليه. نعم حتى ان فيفو ممكن انه نستخدم توكسيكولوجيكال نعم نعم ستدي عن كل وحده ونشوف ال LD50 ونشوف هذا ممكن وحتى نعم. ممكن انه ندرس الميتابوليزم يعني الميتابوليزم ربما انه الليفر بيفد ميتابوليك انزيمز يعني سيت اوف انزيم يعني كان بي ميتابولايز اي بالضبط ممكن حتى هذا ينطينا يعني يوجهنا نحو الماده اللي ممكن ان تكون يعني اقل سميه او بالامكان ان نعمل الليفر يعمل لها ميتابوليزم ويصير لها اكسكريشن ممكن. بس دكتور بالدرجه الاساس بالدرجه احنا بالإيديترو نسوي ايفالويشن للتوكسيسيتي حتى هذا ان فيترو اي اي نعم اي نعم بالان فيترو نسوي التوكسيسيتي ستدي اي بس من نطبقها على ان فيفو ايضا بالامكان نسوي تشيكينج. نعم لا بس دكتور لا بس صح بالضبط بالضبط. ممنون دكتور شكرا جزيلا بارك الله فيكم. دكتور حسن تفضل. قال دكتور انا حد دكتور حبيت بالبدايه اثني على مداخلاتك بصراحه يعني الله يحفظك دكتور. احنا عندنا كولكشن دكتور فريق علمي يعني انا من جامعه القادسيه من كليتنا كليه الطب البيطري والدكتور سالم بالاضافه الى اساتذه من جامعه التكنولوجيا واساتذه من جامعات مختلفه من رومانيا والهند وايران فان نعم. شاء الله انت استاذنا كنا دكتور يعني نشرف اذا اسمك يكون موجود ويانا واي شخص من الاخوان المختصين يعني يحبون يدخلون ويانا احنا خدمتهم ان شاء الله. والله انا اكون ممنون يعني هذا فضل من عندكم الي. حياك الله دكتور سبقني دكتور حسن ملا عفوا دكتور العفو دكتور نعم دكتور احنا الحمد لله من فضل الله قبل كم يوم ان شاء الله قبلت عندنا يعني مشروع بحث في احد المجلات الكيو 1 مجله تخصص بتخصص النانو تكنولوجي. بارك الله فيكم هذا شيء جميل جدا يعني مفرح يعني جيد يعني عندنا كثير من الافكار وعدنا تقريبا 3-4 بحوث الان اندر ريفيو ان شاء الله هم متاملين خير فيهن يعني ان شاء الله خير ان شاء الله ان شاء الله. عشت ليكم بالعكس موضوع جدا جميل وحديث بالعكس نستفيد من عندكم دكتور احنا هذا الفريق لا بالعكس انتم تفيدونا انتم احنا يعني ريت تقبلونا وياكم اساتذتنا انتم خبرتكم ايضا تفيدنا دكتور ملاحظاتكم القيمه. بالمناسبه سبقني دكتور حسن انا جايب هاي الفكره جزاه الله خير انه الفريق البحث دكتور انا عندي وجهه نظر على الجامعات العراقية مع احتراماتي يعني للروتين اللي عندنا انه البحث العلمي يكاد يكون مهمل صراحة يعني مع الأسف يعني صح. احنا نروح مثلا نروح نتحمل عناء السفر ونروح يعني نصرف من جيبنا حتى نسوي بحث علمي. انا بالنسبة احكي على وجهة نظر شخصية يعني ما محتاج الترقي لكن يعني صراحة من اشوف جامعة ميسان واشوف الافليشن سوري اشوف السايتيشن مالتها الف أو يعني ألف وشوية يحز بنفسي. ليش؟ لأن باوع أحد زملائي في إيران أحد زملائي السايتيشن مالته 2800 يعني عادلة جامعتين بالعراق بكوادرها السايتيشن مالته صح. فإحنا ليش ما نتوجه توجه الفريق البحث بالعكس ينطي سايتيشن إلي وسايتيشن مثلا أحد زملائي بجامعة القادسية وسايتيشن أحد زملائنا بجامعة والأفكار ترى هي الأفكار متراكمة فكرة من دكتور ماجد و فكرة من الدكتور جبار فكرة من الدكتور حسن وبالعكس
ونقدر من خلالها نسوي بحوث علمية وإن شاء الله إن شاء الله يعني نتعاون إن شاء الله يعني مستقبل واعد إن شاء الله. أنا إن شاء الله خلال شهر راح أسوي كونتاكت وياكم وأطرح لكم مجموعة أفكار يعني مثل الإرهاصات بداخلي وعسى أن تخدموني وتفيدوني شلون أقدر أبوبها وأسويها بروب. أيضا دكتورة إسراء عندها ملاحظة، تفضلي يعني دكتورة إسراء. العفو دكتور. عيني تفضل. أنا أيضا عندي فكرة يعني إن شاء الله جدا رائعة وإن شاء الله ناقشها بالأيام القادمة. هو مو الأيام يعني خلال يومين ثلاثة يعني بس ردت تفرغ لنا إن شاء الله إن شاء الله. العفو دكتورة إسراء تفضلي. نعم دكتور شكرا. بداية أنا أحب أشكر دكتور سالم طبعا على هذه المحاضرة الممتعة والعمل الرائع. طبعا السؤال هو بخصوص التطبيقات النانو تكنولوجي in field of cancer therapy. احنا نعرف طبعا انه نانو بارتيكلز ممكن ان نستعملها بالتريتمنت اور ذا ثيرابي اوف كانسر. السؤال هو هل من الممكن انه هذه النانو بارتيكلز تسبب الكانسر؟ كانت بي ذا كوز اوف كانسر اتسلف. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني بالنسبه للمناعه، How is it interact with immune system؟ يعني هذه النانو بارتيكلز ممكن أن تكون إلها interaction ويا الجهاز المناعي. السؤال الثالث، Which one is best description of nanotechnology؟ Is it used for treatment? The best description, is it for cancer therapy or for cancer diagnosis؟ والنقطة الأخيرة، How gold nanoparticles destroy cancer cells؟ شكرا. شكرا دكتورة بارك الله فيك. شكرا شكرا جزيلا. بالنسبة للسؤال، طبعا تقنية النانو بشكل عام، جسيمات النانوية nanoparticles، وأخص بالذكر يعني جسيمات الحديد يعني كاتيونيك ماجنتيك ايرون اوكسيد نانو، لها استخدام في مجال الكانسر يعني تريتمنت والكانسر ديتكشن خصوص مجال الكانسر سيلز. طبعا نقدر احنا ساعدنا بحوث، الحمد لله انا شخصيا عندي بحوث على الكانسر ثيرابي والكانسر ديتكشن باي يوزنج ماجنتيك ايرون اوكسايد نانو بارتيكلز. طبعا هاي الجسيمات الحديد مثل ما قلت لكم فعل الخاصيه الموجوده لها، ونقدر نستفيد من عتها بواسطه وجود مجال مغناطيسي نقدر نركزها بوجود مجال مغناطيسي خارجي. وهاي الجسيمات تستخدم ككور تغلف هاي الجسيمات بواسطة بوليمرات مثلا ديكستران كيتوزان حتى بعض البوليمرات مثلا بوليأثيلين جلايكول، ويدخلون المادة الانتي كانسر دراج مثلا عند دوكسريوبوسين او باكليتاكسول. زين هاي تدخل بطيات البوليمر اللي يغلف ذرات الحديد، بعدها راح نستخدمها ان فيترو تريتمنت. راح نشوف اول شيء السميه مالتها التوكسيسيتي ام تي تي تيست، بعدها نشوفنا الام تي تي تيست نسوي لها دراج ريليز نشوف ايش قد تسوي لنا ريليز، طبعا بي اتش سنسيتيف وباسطه الاكسترنال ماجنتيك فيلد ايش قد صار ريليز يعني ايش قد خرج من هذا العقار ودخل في داخل الخلايا. بعدها راح شو نشوف؟ نشوف باسطه ال عندنا تقنية أخرى أيضا بالفلو سايتومتري نقدر نحدد الجين أناليسيس. أكو بعض الجينات مثلا BCL2 مثلا جينات موجودة، هاي الجينات موجودة على سطح الخلايا السرطانية وتكثر أحيان، أو أكو جينات أخرى قليلة جدا بالخلية السرطانية راح يصير لها ستيميوليشن. أنا هسه إجابتي طبقت الإجابة اللي المناعية والإجابة اللي يعني العلاج والمناعة. ف يعني بالعكس استخداماتها الابليكيشن لجسيمات الحديد النانوية او جسيمات النانو بشكل عام تستخدم على بشكل واسع في علاج وتشخيص السرطان. زين قلت بالنسبة للفارماكولوجي احنا اكثر شيء نستخدم النانو بارتيكلز نستخدمها نانو كارير او نسميها سمارت او يسمونها يعني اكتيف نانو كارير سيستم Drug Delivery Nano Carrier System. هاي الأنظمة إيصال الدواء، يعني احنا نستفيد من الخصائص المغناطيسية في إيصال
الانتي كانسر دراج الموجوده مثل ما تعرفون يعني خصوصا بالان فيترو بعض الانتي كانسر يعني او حتى بالان فيفو الانتي كانسر هذا دراج اذا انطيناه مثلا سيستميكالي راح ما راح يوصل للتارجت بشكل كافي يعني ما يصير ابلودنج الا للخليه او للتشو المصاب فراح يكون ضعيف الاستجابه مالته بالاضافه لتاثيره ايضا على النسيج الطبيعي في حين اذا استفدنا يعني اختارينا انه النانو كارير سيستم هذا النانو كارير راح نستفيد بعد ما نحقنه ونوجهه جايدد باي ماجنتيك فيلد راح يوصل للتارجت للخليه السرطانيه وبالتالي كميه العلاج راح توصل بشكل مناسب جدا وملائم وتحدث التغيير العلاجي شكرا جزيلا دكتور حيدر محمد علي الربيعي دكتور حلي حيدر ممكن انه تسوي ان ميوت للمايك وتسولف دكتور حيدر تقدر تعمل ان ميوت تفضل تفضل دكتور حيدر دكتور حيدر اعمل ان ميوت السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله مجال استعمالات الطب البيطري الو عيد السؤال دكتور حيدر صوتك يقطع ما ادري دكتور سالم سمعت السؤال ما اعتقد اعتقد سؤاله كان عن استخدامات النانو في الطب البيطري مو هيك دكتور اي هذه المحاضره القادمه راح تكون يوم غد ان شاء الله الساعه إيه دكتور التسعة. حسن ان شاء الله اي ان شاء الله هو راح يلتزم المحاضره نعم ما اعرف يمكن عند النت ضعيف دكتور حيدر لانه شكرا دكتور ها اي فان شاء الله بكره اذا انت موجود راح اي راح تسمع الابلكيشنز اوف نانو تكنولوجي ان فيترينري ميديسن ان شاء الله شكرا دكتور جبار شكرا حبيبي اخوان اكو احد عنده بعد سؤال نعم دكتور اني تفضلي عيني دكتور عشتر تسلم دكتور سالم عيني عندي سؤال بالنسبة للترانسفكشن انت قلت احنا نعرف النسبة لازم تكون 70-80% انت قلت استخدمت اللايبوفكتين زين هل حاولت تستخدم رياجن ثاني غيره يعني حتى ممكن لان تعرف انه كل ما تزيد الافيشنسي مال ترانسفكشن راح يصير البرودكشن مال الخلايا اكثر لا. استخدمت نوع ثاني هذا سؤال السؤال الثاني بالنسبه نعرف احنا اغلب الديزيز من يصير بالجسم بالهيومن بودي حتى خصوصا الكانسر وغيرها راح يسبب فد كومبليكيشن او فتسبب فد يعني فد امراض ثانيه او معوقات ثانيه فهل تم دراسه انه استخدام اذا استخدمنا النانو البارتيكلز نانو تكنولوجي اذا استخدمناها ممكن ان نستخدم علاجات اخرى او راح يصير تداخل بينهم اثنينهم يعني نستخدمها على حدة لوحدها أو وشكرا نعم. جزيلا نعم. لك شكرا شكرا بالنسبة للسؤال دكتورة هي هاي الأسئلة دكتورة عفوا اي نعم دكتور شكرا ايه. جزيلا هاي ايه. بالنسبة للسؤال الأول الترانسفكشن ري ايجنت اللي هو الليبوفكتامين طبعا هذا التجاري الليبوفكتامين 2000 يسمونه هذا يعتبرونه ال شلون نقول عليه الاوبتيمال ترانسفكشن ري ايجنت يعني عامل الترانسفكشن المثالي اللي هو تقريبا افضل نوع بالكومرشال ترانسفكشن ري ايجنت فهذا اللي استفاديت من غيره وقارنته ويا العمليه اللي انا قمت بها اللي سويت ترانسفكشن باستخدام
الكاتيونيك ماجنتيك ايرون اوكسايد. في الخلايا الجذعيه دكتوره مثل ما تعرفين تايب اوف سيل، خلايا الجذعيه العصبيه بها الترانسفكشن نسبته يعني واعتمادا على نوع الخلايا تكون جدا ضئيله. دكتور سالم اعتقد انقطع عند النت او شيء صوته ماكو. تفضل عيني دكتور سالم تفضل. سيد حسنين، سيد حسنين. نعم دكتور. سوي أنا ميوت للدكتور سالم. أنت شو؟ دكتور الجميع عندهم أنا ميوت دكتور. يعني أي واحد عنده تحسن. لعد ليش شو؟ أنا كنت كوهوست طلعت وبعدين رجعت. كل الكل من صلاحياته إنه يفتح المايك. اوكي ادا اسمع صوت سيد جعفر سيد محمد. يلا قول له خليه يسكت. دكتور سالم اي تفضل عيني دكتور سالم تفضل. اي مو شويه انقطع الصوت مالتك وهسه اذا ممكن تسترسل. لا واضح الصوت دكتور واضح. اي تفضل دكتور. بالنسبه للسؤال سمعت الاجابه؟ سمع دكتوره اسراء سمعتها؟ لا مو اسراء دكتوره عشتار. السؤال الاخير اللي هو انا حقيقه ما سمعته، ما ادري هي سمعتها او لا. لا انا سمعت. لا دكتور ما سمعت لانه انقطع الصوت. لا عفوا بس انت قلت لي على الليبوفكتين كريجنت مثالي استخدمته. اي صحيح هذه سمعتها. الليبوفكتامين انا ما استخدمت غيره لان الليبوفكتامين هو الاوبتيمال مثل ما تقولين ترانسفكشن ري ايجنت نستفيد من عنده يعني هو الماشي عندنا خصوصا بالخلايا الجذعيه. بالنسبه للسؤال الثاني اللي هو التداخل بين العلاج بين النانو والعلاجات الاخرى مو؟ نعم دكتور نعم. احنا مثل ما تعرفين دكتوره النانو كارير هو عباره عن ناقل يعني ينقل العلاج صح له تأثير بس بس ما يتداخل ويا أي علاج، ما يتداخل ويا علاج آخر. تمام دكتور شكرا جزيلا. دكتور يعني استخدمته ككومباريزن هذا يعني كفد شيء كريتيكال معروف كنترول مثل الكنترول. أي بالضبط الكنترول بوزيتيف كنترول. إخوان إذا أكو أي سؤال آخر أوكي. إسراء طاهر تفضل عيني دكتورة إسراء. إسراء طاهر مسلم تفضلي. ها نزلت إيدها. أوكي إذا ماكو سؤال الحقيقة في ختام المحاضرة يعني أنا اليوم جدا سعيد أنه سمعت هيك نوع من المحاضرة من المحاضرات ويعني الله يحفظك يعني حقيقة محاضرتين يوم أول أمس دكتورة منى من القاهرة من الناشنال ريسيرش سنتر واليوم محاضرة من الدكتور سالم يعني كانت محاضرتين ممتازة. أعتقد ريبوار راح يكون آخر المتكلمين. ريبوار تفضل. ريبوار عليكم السلام أهلا وسهلا تفضل. اعذروني يعني اخر واحد ولانه انا كنت كاتبها بالشات كسؤال. ها اسف ما شفت الشات اسف تفضل. لا ماكو مشكله. شكرا على المحاضره القيمه اللي قدمتوه يعني هاي ثاني مره يعني الاول الدكتوره منى كان قدم محاضره قيمه عندنا. سؤالي للدكتور هو ليش الاعتماد على نانو بارتيكل مال البيتالات وليش ما تعتمدون على يعني مركبات سيف مثل كاربون دوت مركبات نانوية رخيصة يمكن الحصول عليها يعني بشكل سهل
تحضيره سهل، ليش بس الاعتماد على الميتال نانو بارتيكل؟ شكرا. شكرا دكتور ريبا، تفضل عين دكتور سالم. سؤال مهم جدا، بارك الله فيك. بالنسبة لجسيمات الحديد، طبعا بالنسبة للكربون نانوتيوب مثلا أيضا نقدر نستفيد من عدة بالجين ثيرابي وإلى تطبيقات يعني ممتازة جدا، لكن عملية فابريكيشن أو نقول عليه تحضير الكربون نانوتيوب أصعب من المغنيتك نانوبارتيكلز. زين، حتى نسوي سيت أب للكربون نانوتيوب تقريبا أصعب. اثنين، المغنيتك كربون، المغنيتك ايرون اوكسايد نانو بارتيكلز في وقتها يعني حتى اسرع عمليه يعني تحضيره وعمليه تغليفه كانت مثيره للاهتمام فيما في مجال خلايا الجذعيه. ليش؟ لان معظم البحوث كانت او البحوث اللي في ذاك الوقت البحوث الجين ديليفري او الدراج ديليفري تستخدم المغنيتك ايرون اوكسايد نانو بارتيكلز. بس شنو ضرر؟ ما بيها ضرر انه نستفيد من الكربون نانو تيوب او غيرها في نفس المجال. شكرا جزيلا. ربما ايضا تكون مور افيشنت، يعني هاي الماجنتيك ربما تكون مور افيشنت. نعم دكتور، بس اتصور انه بس طريقه العمل يختلف، لانه هذا تعتمد على المغناطيس. طبعا تختلف تماما، بس الكربون دوت يمكن يحتاج طريقه اخرى، يعني تطوير طريقه اخرى، لانه ما الى خاصيه المغناطيسيه هذا. اظن انه نحتاج نسوي فيت كومباريزن على مود الافيشنسي، منو اللي مور افيشنت؟ ربما الماجنتيك يكون مور افيشنت. انا الماجنتيك دكتور بالنسبه للمحاضرات اللي او المقالات اللي قريتها يعني غالبيه تقول الماجنتيك مور افيشنت. اي انا هيك انا بتقديري هذا. اي نعم صحيح دكتور، كلام منطقي. هو شنو يعني انا يعني اجى هذا السؤال ببالي من السؤال اللي قدمه اول شخص، عفوا ما 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 حافظ الاسماء، يعني انه كان يحكون على السميه مالته. فالامراض المزمنه يعني انت من تعطي دواء، حتى بالمحاضره اللي سبقني الدكتوره ونعم وحسب ما اتذكر، يعني انه نقدر نستخدم ادويه عن طريق الانهيليشن يعني عن التنفس. فالامراض المزمنه انت مو تاخذ دواء يوم ويومين ثلاثه، مو يعني على مدى العمر حتى خلينا نقول تاخذ الدواء. فتراكم هذه المواد السميه يعني اكيد ياثر يوم من الايام. فاذا حتى هي مستخدم الكربون دوز، مو ليش؟ لانه ما اخذ حساب انه السميه مالته اقل. فعلى هذا الاساس يعني هذا السؤال مالي دكتور. نفس الشيء الماجنتيك ايضا سميته منخفضه، تدري هسه جاي يستخدمون جاي يستفيدون من الماجنتيك بعد ما يغلفونها بكيتوزان وبعض المركبات الدوائيه مثل ما تفضلت، ويعطونها ايروزول يعني بخاخ يعطونه، تدري يعطوه بخاخ بالانف. هذا البخاخ يحتوي على جسيمات الحديد المغلفه بالكيتوزان واللي تحتوي على علاجات مثلا انتي فايرال، انتي كانسر الى اخره. شكرا دكتور. شكرا. شكرا عني دكتور ريبوار، شكرا جزيلا. الحقيقة في ختام هذه المحاضرة القيمة أشكر الدكتور سالم جزيل الشكر على يعني قبول الدعوة وعلى هذه الملاحظات والمعلومات المفيدة جدا، وإن شاء الله راح نستفيد من عدها كنا، وراح نسوي في التيم عمل، وإن شاء الله نطلع بنتائج ممتازة. أيضا أشكر جميع الحضور. والله يا دكتور أنا سعيد جدا بوجودي معاكم، وأتشرف يعني أتشرف بحضرتكم وزملائنا الأعزاء، وعذرونا على التقصير. لا بالعكس بالعكس، أنتم جيل المستقبل، يعني الحقيقة أنا أتنومس بكم. الله وإن شاء الله بالمحاضرة القادمة يوم غد راح أكيد يعني إن شاء الله نتوجه إلى الجانب التطبيقي في مجال عملنا على الأقل. شكرا جزيلا للجميع، وشكرا لحضور دكتورة منى ايضا معنا، وشكرا دكتور سالم، وشكرا لجميع الأخوة السائلين وغير السائلين والمشاركين. اتمنى لكم الصحة والسلامة، والى اللقاء مع الف سلامة. شكرا جزيلا دكتور، مع السلامة، حياكم الله.